يا استاذ علي البيه في حياتك. الحمد لله، ربنا يصبرك. الله يخليك يا باشا. قول لي انت الـ 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 الواقع طبعا واقع يعني مأساوية، يعني الناس ابنك كان واقف في المكان، الشهود قالوا لك ايه اللي حصل؟ ايوه يا باشا، الشهود قالوا لك ايه اللي حصل؟ نوطي بس جنبك كده يا استاذ علي، اتفضل. نعم، نعلي صوتك بس، انا اسف شويه. ماشي، انا بشبك. ايوه باشا، اتفضل. قول لي ابنك مات ازاي زي ما قالوا لك الشهود؟ ابن حضرتك، انا كنت رايح اودي شغل، انا راجل عامل. كنت رايح اودي شغل، قالوا لي ابنك في المستشفى. ماشي. انا سامعك. قلت اتصلوا بيا، قالوا ابنك في المستشفى. انا بحسب غرزه كده ولا حاجه. قالوا لي ابنك متعور، رحت المستشفى قالوا لي ابنك مات. حضرتك رحنا هناك، قالوا ايه؟ هو ده عم دخل الاستوديو النت، ابني كان قاعد جماعه عيال في النت، قلب النت. في النت كافيه. في النت، في واحد ده واد بلطجي من جنبنا اسمه عجلاتي كده، دخل حضرتك جوه وراح ماسك الطبنجه معاه الخرطوش وعملها كده، قال انا عايز بتاع الابني تطلعنا على النت اللي انا عبده موت، زي عايز عبده موت ده. يعني عايز ابنك يصوره صوره زي عبده موته، يعني الراجل بتاع النت. ابني كان قاعد زي العيال اللي قاعدين، الراجل بتاع النت. لا لا، لصاحب النت، لصاحب المكان. انا عايزك تصورني وانا ماسك الطبنجه، وايه، وتصورني بيه. راح الواد ايه، راح الجزر اتطلع، راح جاي في دماغ ابني وهو بتصور كده، الطلقه طلعت فجت في دماغ ابنك. لا، هي هو بيتك على الزر، راح الطايره في دماغ ابني. عبده موته فعلا. عبده موته فعلا، مات اتنين اهو في ال... طبعا ابنك في سنه كام؟ هو في سنه رابعه ابتدائي. في رابعه ابتدائي. وخالد مات جنبه كمان. وخالد مات جنبه في الاثنين، وراحوا المستشفى الزقازيق وطلعناهم من طيب، هي الرصاصة طلعت من ده، دخلت في ده؟ ضربة خرطوش يا باشا. ربنا يصبرك يا عم علي، وربنا يصبرك، وان شاء الله يعني هنعمل ايه. الو يا حاجه، سامعاني؟ ايوه سامعاك يا باشا. ربنا يصبرك الباقي في حياتك. حياتك الباقي، انا خلق الطفل اللي مات. ايوه سامعاك يا باشا. طب قولي لي، احنا يعني كنا بنتكلم عن الواقعه للاسف الشديد، العيال ضاعت كده بسبب طلقة رصاصة، يعني في واحد عاوز يقلد عبده موتة. يعني ده يا باشا لو سمحت كده دلوقتي، ده طفل صغير، ازاي يمسك مسدس وازاي ان هو بيلعب بيه في الشارع؟ ازاي بيمسك مسدس وازاي يلعب بيه في الشارع؟ وازاي يضرب العيال ديت كده اللي هو الثلاثة كده مرة واحدة؟ ما هو ده دليل ان في قتلة تانيين بقى، اللي سمح. لا، هو العيل عنده هو. لا انا اقصد اللي سمح له انه يشيل المسدس ده، كمان زيه، ده قاتل زيه، اللي سمح له انه يشيل مسدس، واللي تساهل في ان اطفال يبقى معاهم مسدسات، لان الواد عنده 17 سنة اللي قاتل كمان. يا باشا ده ابوه هو اللي عمل فيه كده، هو اللي اداله السلاح دوت، وهو اللي بيديله يلعب بيه. بيلعب بالسلاح. اهله اللي بيديله السلاح دوت عشان يلعب بيهم، وعنده 19 سنة. يعني ازاي العيال ما تبقى بتلعب في النت هنا، ويروح يقلد عبد موت عليهم عشان يموتهم؟ ازاي يا باشا؟ احنا عايزين حق عيالنا. ان شاء الله. انا يعني اتمنى ان الناس تهتم بهذه القضايا، مش بشكل امني فقط، لا، تشوف كيف يحمل طفلا سلاحا بهذا الشكل. كمان حكايه عايز اتصور واحط صورتي على النت وانا شايل المسدس، يعني شوفوا التباهي والفخر، وعاوز اقلد عبده موته، عايز اطلع زي عبده موته.
ربنا يصبركم، والف شكر، بتوجه لكم بالشكر.